أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي سيمباراش موبنجيكوي بحضور الرئيس التنفيذي لمعهد المعرفة الإفريقية وسفير زيمبابوي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إيميرسون مونينغاغوا، كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية. من جانبه نقل المسؤول الزيمبابوي للرئيس السيسي رسالة خطية من أخيه الرئيس مونينغاغوا، أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، والتطلع إلى الاستفادة من خبرة الدولة المصرية في المشروعات التنموية، خاصة ما يتعلق بمجال التشييد والبناء، في ضوء اعتزام زيمبابوي بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الأفريقية، أخذا في الاعتبار أن مصر كان لها دور محوري ورائد في تلك المسيرة الأفريقية.